لقد وضحنا بأن لدينا القدرة للدفاع عن أنفسنا ودفاع عن كوريا الجنوبية واليابان من أي هجوم، أو وطبعا ملتزمون مع الحلفاء أي تهديد على الولايات المتحدة الأمريكية وأراضيها بما في ذلك غوام أو حلفائها سوف يقابلها استجابة عسكرية كبيرة وقوية. كيم جونغ أون سوف يتلقى الحزم من مجلس الأمن وكل الأطراف بإجماع تقر بالتهديد التي تشكله كوريا الشمالية، وهم ملتزمون بنزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية. نحن لا نتطلع إلى إزالة دولة بالكامل، وكوريا الشمالية أعني هنا، ولكننا قلنا بأن هنالك الكثير من الخيارات المطروحة هنا. شكرا جزيلا سيداتي وسادتي.